السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم معايا في فيديو جديد على القناة. كيف العادة آخر ما كاين في ملابس تركيا للمحجبات بالنسبة للبنات اللي مهتمات بهذا النوعية ديال الفيديوهات، ما عليكم غير تشتركوا وتفعلوا الجرس باش توصلوا بالجديد. كيف ما كتشوفوا معايا موديلات جداد بالنسبة للملابس تركيا، ملابس خريفية، ملابس شتوية، كنتمنينا الإعجاب ديالكم. كاين كيف ما كتشوفوا معايا هاد النوعية ديال المعاطف القصيرة للمحجبات وكذلك لغير المحجبات، معاطف بلوينات اللي دارجين على الموضة. كيف ما كيبان لكم في الفيديو كاين الغوص، كاين الأخضر، كاين الأزرق، وكاين هاد الرمادي مغلوق، وكاين هاد البيج كيف ما كتشوفوا معايا، كاين هاد غوص فوشيا اللي لابسه العريضه، كيجي واسعين كيف ما كتعرفوا بان هاد النوعيه ديال التصاميم خرجوا موضه. نسقته هنا مع هاد السروال في اللون الابيض. فكيف ما كتشوفوا هنا يمكن لكم انكم تلبسوهم هيدا مفتوحين بلا زضيفات كيف ما كتشوفوا معايا. هاد الموديلات صالحين كذلك للمحجبات، وكاين كذلك هاد النوعية من ملابس تركيا فيهم هاد اللوينات اللي كتشوفوا معايا، كاين غوص فوشيا، كاين هاد البيج، كاين الأخضر، هادو كيجيو مع الجيبات كيف ما لابسة العريضة، كاين كذلك رمادي مغلوق، كاين هاد البيج كيف ما كيبان لكم، كيجيو على هاد الشكل هذا، كيجيو انيقين في نفس الوقت يعني للمحجبات شي حاجه مستوره. وكاين كذلك هاد النوعيه ديال المعاطف مع السراول ديالهم كيجيو واسعين بحال اللي شفنا قبل، وهادو كيجيو مع السراول ديالهم كيف ما قلت لكم. هاد النوعيه ديال السراول الواسعه للمحجبات وكذلك لغير المحجبات فيهم اللوينات. كاين كذلك هاد النوعيه ديال المعاطف اللون الاخضر، اخضر مفتوح كيف ما كتشوفوا. وكاين كذلك هاد التنسيقه هادي اولا هاد الموديل هذا لونسومبل بالحزام، عملت عليه هاد ريبيكا اللي كتجي طويله. هادو يمكن لكم انكم تنسقوهم كذلك مع الفساتين شتويه، فساتين ديال الصوف اللي كيجيو طوالين. هانتوما كيف ما كتشوفوا التنسيقه جات رائعه. كاين كذلك هاد النوعيه ديال الجيبات للمحجبات، نسقاتهم العريضه كيف ما كتشوفوا هنايا مع هاد النوعيه ديال الخرسي ديال الصوف. كاين كذلك هاد النوعيه كيف ما كيبان لكم اللوينات اللي دارجين على الموضه، كاين هاد الكراميل مع الاسود، كاين هاد النوعيه كذلك ديال المعاطف كيجيو رائعين مع التنسيقه ديالهم مع الجيبات المحجبات كيف ما كيبان لكم، شي حاجه مستوره وانيقه اللوينات اللي دارجين على الموضه كيف ما كتشوفوا. كاين هاد الكرونه مع الاسود، وكاين كذلك هاد النوعيه ديال الملابس تركيا. هاد الفيديو خاص على ملابس تركيا، بما انكم يعني كتبغيو هاد النوعيه ديال الفيديوهات غنبقى ننزل لكم في هاد القناه يعني ملابس تركيا خاص بالنسبه للمحجبات وكذلك لغير المحجبات، وكذلك بالنسبه لفاس الحجاب بالنسبه للبنات اللي كيبغيو هاد النوعيه ديال الفيديوهات. ما تنساوش انكم تبارطاجيو الفيديو مع الصديقات ديالكم هيدا باش ياخذوا افكار تاهما على ترجع الموضه اللي متواجد في السوق كيف ما كيبان لكم اخر ما كاين في اللوينات واخر ما كاين في التصاميم. كاين هاد النوعيه كذلك ديال المعاطف مع الفساتين الشتويه، كاين هاد التنسيقه سبور كيف ما كيبان لكم فيهم هاد اللوينات.
فيهم هاد الأزرق كيف ما كيبان لكم مع الأسود. وكاين هاد لونسومبل كيف ما كتعرفوا انهم دارجين على الموضه بكثره هاد الخريف. نسقته هنايا مع هاد النوعيه ديال المعاطف الشتويه. كاين كذلك هاد النوعيه ديال التنسيقه بالنسبه للمحجبات وكذلك لغير المحجبات كيف ما كيبان لكم في الصور. كتجي شي حاجه طويله ومستوره وفي نفس الوقت انيقه كيف ما كيبان لكم هاد لونسومبل في اللون الزيتي. وكاين هاد الغوز وكاين كذلك هاد البيج وبلون كاسي. كاين الاسود نسقته كذلك مع الاسود. كاين هاد البيج كيف ما كيبان لكم عنده 3 بياس كيجي وايده. كاين كذلك هاد النوعيه ديال لونسومبل الفوقاني ديالو فيها جوج لوينات. كاين هاد الزيتي وكاين الابيض والاسود. هادو كيتمشاو للمحجبات وكذلك لغير المحجبات ما كيبان لكم في الصور. وكاين كذلك هاد النوعيه ديال المعاطف الشتويه فيهم هاد بلون كاسي كيف ما كتشوفوا نسقته هنايا مع الماغون. كاين هاد رمادي وكاين كذلك هاد النوعيه ديال المعاطف الشتويه يمكنكم انكم تنسقوهم كذلك مع الجيبات للمحجبات وكذلك مع السراول اللي كيجيو واسعين. بالنسبه لهاد المعاطف كيف ما كيبان لكم فيهم هاد اللوينات اللي كتشوفوا. وكاين هاد النوعيه كيجيو طوالين بالنسبه للمحجبات هادو في اللون الازرق. وكاين الاخضر المفتوح كيف ما كيبان لكم كيجيو طوالين كيجيو بزضيفات والحزام. وكاين هاد النوعيه كيجيو شويه قصارين. وكاين كذلك هاد غوص فوشيا صراحه كيجي رائع في اللبسه ديالو. كيف ما كيبان لكم في الصور اللويناس اللي دارجين على الموضه كاين الاخضر وكاين غوص فوشيا. وكاين هاد التنسيقه هادي كيف ما كيبان لكم. هادو بالنسبه للمعاطف القصيره مع جيباز للمحجبات. وكاين هاد لونسومبل كيف ما كيبان لكم كيجيو بالحزام. كاين كذلك هاد النوعيه ديال الخراسه كيجيو طوالين وبالحزام مع السراول كيف ما كيبان لكم كيجيو واسعين. وكاين كذلك هاد الموديل هذا كيجي 3 بياس. المهم البنات الموديلات كيف ما كيبان لكم في الصور راهم واضحين بالنسبه للتنسيقات وبالنسبه للوينات. كاين هذه النوعيه كذلك بالنسبه للمحجبات فيهم هاد الوينات اللي كيبان لكم في الفيديو. وكاين كذلك هاد النوعيه ديال التنسيقات للمحجبات لوينات اللي دارجين على الموضه.
كتجي أنيقة في اللبسة وفي نفس الوقت يعني مستورة، ودائما الجديد فيما يخص يعني ملابس تركيا دائما عندهم تصاميم كذلك جديدة. كاين كذلك هذه النوعية ديال الفساتين كيف ما كيبان لكم، فساتين شتوية للمحجبات. فكيف ما كيبانوا لكم يعني شي حاجة كتجي أنيقة في اللبسة وفي نفس الوقت مستورة. بالنسبة للبنات اللي كيبغيو هذه النوعية ديال التصاميم، كاين كذلك هذه النوعية ديال التصاميم كيف ما كيبان لكم في الصور. بالنسبة للكاب كيجيو بالحزام، فيهم هاد الوينات اللي كتشوفوا معايا في الصور، فيهم الماغون، فيهم البيج والأسود والزيتي. كيجيو طوالي كيف ما كيبان لكم، وكاين هاد النوعية كذلك شي حاجة جديدة أول مرة تشوفوها معايا في القناة. فيهم الأسود، فيهم هاد كراميل كيف ما كتشوفوا نسقته هنايا مع البيج، وكاين كذلك هاد النوعية ديال المعاطف شتوية. فيهم هاد الويناس اللي كتشوفوا معايا في الصور، وكاين كذلك هذه النوعيه ديال التصاميم بالنسبه للفساتين الشتويه. كاين كذلك هذه النوعيه ديال المعاطف كيجيو شويه قصارين، يمكن لكم عفوا انكم تنسقوهم كذلك مع السراول اللي كيجيو واسعين. بالنسبه للمحجبات وبالنسبه للمعاطف القصيره كيجيو على هذا الشكل هذا. فيهم هاد الويناس اللي كتشوفوا معايا، فيهم هاد الاخضر والبيج أزرق ملكي. وكاين كذلك هذه النوعية ديال الفساتين شتوية للمحجبات. وكاين كذلك هاد لونسومبل كيف ما كتشوفوا الجيبات للمحجبات والفوقاني ديالها، فيهم هاد الويناس اللي كتشوفوا معايا، كاين كراميل وكاين رمادي وكاين هاد الموف مغلق. كاين كذلك هاد النوعيه ديال الفساتين الفوقاني ديالو، فيهم الوينات كتار كيف ما شفتوا معايا في الصوره. وكاين كذلك هاد النوعية ديال التصاميم للمحجبات وكذلك لغير المحجبات، فيهم لوينات كتار كيف ما كيبان لكم في الفيديو، تصاميم جديدة. كاين هاد اللوينات كيف ما كيبان لكم في الصورة، كل وحدة على حسب الذوق ديالها. كاين كذلك هاد نوعية ديال التصاميم تهما بالنسبة للمحجبات وكذلك لغير المحجبات، يمكن لكم انكم تنسقوهم كذلك مع الفساتين الشتوية، كيجي الفوقاني ديالهم كيف ما كيبان لكم بحال هذا الشكل هذا. فيهم هذا الموف، فيهم الاخضر ملكي عفوا الزيتي، وفيهم الغوز مفتوح، فيهم الأسود، فيهم الموف، وفيهم البيج، وفيهم الكراميل. مهم الوينات كيبان لكم في الصور، كيبانوا كاملين كيف ما كتشوفوا.
كاين هاد النوعيه ديال الخرسه كذلك، هما الويناس اللي كتشوفوا معايا في الصور. كاين كذلك هاد النوعيه ديال المعاطف الشتويه للمحجبات وكذلك لغير المحجبات، لصقتهم هنايا العارضه مع الفساتين الشتويه، كيجيو شويه قصارين. وكاين كذلك هاد النوعيه ديال التصاميم، يمكن لكم عفوا انكم تنسقوهم مع هاد النوعيه ديال المعاطف القصيره. كاين الاخضر ملكي كيف ما كيبان لكم، كيجي رائع في اللبسه، نسقته هنايا مع الابيض. وكاين هاد غوز فوشيا مغلوق، نسقته هنايا مع الغوز كذلك، نسقته مع الغوز مفتوح. وكاين هاد الرمادي مغلوق، نسقته كيف ما كيبان لكم في الصوره مع البودي في الرمادي مفتوح. وكاين هاد البيج مع الكراميل. وكاين هاد التنسيقة هادي بالنسبة للمعاطف القصيرة. وكاين هاد الأخضر، نسقته هنايا مع الأخضر نفس اللون. بالنسبة لهاد النوعية ديال الصراول اللي خرجوا موضة، يعني كيكونوا مفتوحين على هاد الشكل هذا. كاين كذلك هاد الموديل في البيج. كاين هاد التنسيقه هادي، نسقته كذلك مع هاد النوعيه ديال الصراو اللي كيجيو شويه قصارين. فبالنسبه للمحجبات يمكن لكم انكم تنسقوا هاد النوعيه ديال الخراسه مع الصراو اللي كيجيو واسعين، كيجيو مستورين الصراحه بالنسبه للمحجبات. وكيف ما كنقول لكم دائما، كل وحده على حسب الذوق ديالها، كل وحده على حسب الستايل ديالها. فانا كنجيب لكم غير اخر ما كاين في اللباس التركي للمحجبات وكذلك لغير المحجبات، وافكار كذلك بالنسبه لتنسيق الالوان واللي دارج على الموضه اللي كاين في السوق، اخر ما كاين في السوق كيف ما كتشوفوا معايا بالنسبه للملابس التركيه للمحجبات وكذلك لغير المحجبات. بالنسبه للبنات اللي عاقبوا على العنوان كيقولوا لك ان هاد الملابس يعني ماشي ديال المحجبات، فانا كنقول لكم كل وحده على حسب الذوق ديالها، كل وحده على حسب الستايل ديالها. كاين كذلك هاد النوعيه ديال الملابس كتشوفوهم ديال المحجبات، يمكن لكم انكم تلبسوهم البنات اللي ما كيعملوش الحجاب، فكل وحده على حسب الستايل ديالها. ومجرد انني كنعطيكم افكار، واخر ما كاين كنجيب لكم اخر ما كاين في الموضه بالنسبه للمحجبات او في الموضه بصفه عامه. مهم البنات، وصلنا لاخر الفيديو، كنتمنى ينال الاعجاب ديالكم. مع السلامه.